معي من ام القوين دكتور نادر ياغي، استشاري النفسي في برمجه الاعصاب. مساء الخير، اهلا بك معنا دكتور نادر. غير جاهز دكتور نادر؟ طيب سناخذ رايه في هذا الموضوع في حال جهوزيته. جاهز دكتور نادر؟ مساء الخير. مساء النور. موضوع الأسئلة التي أطرحها أنا على جوجل إلى أي درجة تعبر عن شخصيتي ونفسيتي؟ ألو، مساء الخير. أهلين دكتور نادر، نحن على الهواء مباشرة. نعم، جوجل الآن للأسف أنه أي شخص بده أي معلومة بيحاول أنه بيتهيأ له أنه جوجل ممكن يعطيه المعلومة الصحيحة 100%، لكن المواقع اللي موجودة على جوجل مش موثقة، عشان أنا ممكن أخذ معلومة طبية أو معلومة نفسية. فأصبح العالم بالنسبة له سهل أنه موجود معاه جهاز لوحي أو موبايل، فبيستسهل أنه حتى في بعض الأحيان في أمراض معينة بيتهيأ له أنه ممكن يخش يشوف الدواء وبيروح ينزل على الصيدلية، في مواضيع لها علاقة بالأشياء النفسية، مشاكل اضطراب، أشياء زي هيك. فأنا ما بعتبر أنه جوجل بياناته أو معلوماته هي صحيحة 100%، بالعكس هي غير موثقة. هو الاعتماد دائما وعلى جوجل دائما في أسئلة بأي موضوع نحتاجه، خاصة بالشق النفسي، يعني كما قلت دكتور نادر وسنأتي إلى هذا الشق، لماذا؟ هو فقط لأنه أسهل طريقة أمامي من دون استشارة طبيب وما إلى ذلك، أو أنه الثقة لهالدرجة الثقة بجوجل؟ لا، انه هي الثقه اصبحت متداوله بين الناس، انه انا دخلت وجبت وصفه كذا من طبيب ما بعرف كذا، لكن هل كل الموجودين هم بالفعل اطباء نفسيين؟ هل الكل موجودين؟ يعني في طريقه اكاديميه انه ممكن يخش على الموسوعه النفسيه، ممكن يخش على اشياء لها علاقه اكاديميا انه ممكن ياخذ المعلومه، لكن المعلومات الموجوده عندي حالات كثير جدا لما باجي بتكلم معه للاسف بلاقيه بيقول لي هو مشخص الحاله. قلت له طب لما انت مشخص وعامل كل شيء ليش تتواصل معي؟ قال لي لا بس عشان اتاكد. فبرجع بقول انا اسف، في عندي حالات جدا كثيره بمنحهم انه يخشوا يعملوا سيرش على الجوجل. حالات نفسيه حضرتك، مع انه استشاري نفسي صح؟ لا لا، بالنسبه للمواضيع النفسيه للاسف اذا بقول لك اكثر من 80% من الاشياء اللي موجوده، يعني شوفي في اعراض مشابهه للقولون العصبي، مشابهه للشخص اللي بيكون عنده اضطراب، لكن كل الاعراض في بعض الاحيان متشابهه بالذات في الطب النفسي. وفي عندي حالات حتى كمان ما بقدر اني اقدر اجاوبه على التليفون، يعني بقول له لازم تقعد معايا فيس تو فيس، ولازم اسئله، وفي بعض الاحيان بطلب شريك الحياه يكون موجود او الطرف الاخر، لاني انا مش لازم كل المعلومات اللي بتوصلني حتى من الشخص المفروض هو حقيقي في بعض الاحيان ما بينفع الا في الاستشارات، يعني استشارات نفسيه كثير حتى في بعض الاشخاص. لما اقول لك شخصيا يزعلوا مني، بقول لهم ما حاضر افيدك، ما حاضر افيدك في اي شيء. طيب من ضمن العوامل ايضا، صحيح اللي يعني هذا المفروض من ضمن العوامل، يعني كثيرون طبعا سيقولون بانه حتى ماديا يعني لست مضطرا للدفع اذا ما اتيت بالمعلومات، طبعا هذا لا يبرر لانه في اوضاع لا يمكن الاعتماد عليها كما قلت ليس صحيحا او موثوقا 100%. الشق الخصوصيه ايضا إلى أي درجة يلعب دورا خاصة بالموضوع النفسي؟ يعني أنا أسهل أن أسأل جوجل من أن أذهب وأواجه طبيبا نفسيا للحديث عن هكذا موضوع حساس. طبعا في أشخاص هو بيرفض أنه يتواجد، بيحاول أنه يفكر أنه الأسهل أني أتواصل مع جوجل وأسأل أسئلة على أمراض شخصية أو أمراض نفسية إلها اضطرابات نفسية، بيقول لك لا أنا ما حابب أروح للدكتور. طبعا الشق المادي هذا مهم جدا. ثانيا انه بيعتبر انه خلص انا بخش بشوف المعلومه ومش لازم اروح واقول اسراري قدام طبيب او استشاري نفسي، لكن في اشياء لا يمكن حتى في يعني حالات كثيره جدا لما بيجي بيقعد مباشره معنا وبيكون في جلسه بيكون كل مفهومه كان خاطئ عن المعلومات اللي موجوده عنه وعن المعلومات اللي اخذها من الناس. يعني انا بصراحه من الاشخاص المعارضين جدا جدا انه اخذ المعلومه من جوجل واطبقها في حياتي بالذات في الامراض النفسيه، لا يمكن. كل شخص منا له وضع خاص مختلف، عنده اسقاط حصل في حياته، عنده رهاب حصل من شيء معين، الجوجل ما حيقعد يعمل معاه جلسه، الجوجل بيعطي له عنصر بدايه الموضوع وبعدين بيتركه، بيقول له شو هو موضوع. وبعدين مرتبطه دائما الحاله بتاريخ عائلة هذا الشخص المريض، وجوجل لن يسأل بطبيعة الحال عن هذه
المعلومات. نعم في فرق. هي مفاتيح فرق لديكم هذه دكتور نادر صحيح؟ طبعا العمر تبعه بيختلف، الشخص اللي عمره 40 وعنده اضطراب معين أرق غير الشخص اللي عنده 18، غير اللي عنده 65، غير صحيح. الشخص لا أقصد تاريخ يعني الهيستوري تبع العائلة طبعا. المرضي نعم نعم بيختلف من كل شخص إلى آخر على حسب الحالة. في أشخاص بيجي لهم اضطراب، في حاجة اسمه سكر عارض نفسي بيجي في بعض الأشخاص عندهم سكر عارض بيستمر لمدة شهر أو 5 أشهر، وهذا بيكون نتيجة مرض نفسي، نتيجة اضطراب حصل معه موقف حصل معه. الجوجل ما حيقدر يتواصل معه ويسأله ويجاوبه في الآخر يفهم إنه ليش أجاله هذا المرض أو أجاله هذا الاضطراب. نعم كثيرة جدا. كان عندنا ضيف على الطقس دكتور نادر، كيف الطقس بأم القوين؟ والله الحمد لله تمام، يعرفكم كثير منيح. شكرا دكتور نادر ياغي استشاري نفسي في برمجة الأعصاب.